رد فعل حضرتك حين يطالبك البعض بانسحاب حزب النور من الحياة السياسية، رد فعل أنا أحس أنه هو رد فعل هادي، من أين يأتي هذا الهدوء لحضرتك؟ هل هو من ثقة أن حزب النور مكمل في الحياة السياسية، ولا هو الهدوء الذي يسبق الانسحاب؟ لا، دي حقوق سياسية كفلها لك الدستور والقانون، ليس من سلطة أي أحد أن ينزع عنك هذه الحقوق، فأنت بتمارس العمل السياسي في إطار الدستور والقانون. طيب، هل حضرتك شايف ان حزب النور يقدر يكمل في ظل هذا الغضب الشعب الجارف ضد الاسلام السياسي؟ حزب النور حزب سياسي، المصطلح الاسلام السياسي ده لا ينطبق على حزب النور، قد ينطبق على الاخرين الذين يحتكرون الكلام باسم الدين، ولكن حزب النور حزب سياسي بالدرجه الاولى، يسعى للاصلاح في جميع المجالات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، همه في النهايه مصلحه البلد، وده شيء محمود ومشكور. شكرا جزيلا. ألف شكر لحضرتك، شكرا جزيلا.